يعرف نفسه، ولكن انا ما اقدرش اعرف انه اتاكد ان هو ده وائل فعلا او لا. وائل عباس لو دخل باسم غير وائل عباس انا هرفض هضيف عندي. فده بيخلي كتير منهم يعلنوا، لانهم في الحقيقه كمان شعور الشباب ان عندهم وسيله يعبروا عن رايهم وينتقدوا ويتخانقوا ويغلطوا بيشجعوا منهم يقولوا لا انا موجود، لو هو ده المكان اللي يسمح لي باتواجد فيه هبقى موجود فيه، بيتطور بعد كده. وعشان كده في الحقيقه انا سعيد جدا بالدراسه اللي بتعيد الاعتبار للشباب اللي هم الشباب مش سطحيين لا بيشتغلوا، والانترنت بيساعدهم في تكوين وجهه نظر حتى لو خطا يمارسوها. يعني حضرتك استاذ جمال متفق فعلا مع كلام استاذ اسلام اللي توصل من خلال الدراسه انه فعلا هيكون عندنا يمكن امل اكثر لمشاركه سياسيه بالنسبه للشباب، مش مجرد وعي. طبعا الوعي مهم وان هم يبقى عندهم تعليقات واراء، ولكن يتطور لانه يبقى مشاركه كمان. بيتم بالفعل، بيتم بالفعل في الحقيقه. واللي يعني اللي في مثل بيقول اللي ما شوفش من غربال يبقى اعمى. الشباب دول مدونين بدأوا وشجعوا يعني المدونين شجعوا انتشار استخدام الانترنت بين الشباب وظهر الفيسبوك. فالحاجة الجوع لحرية التعبير والديمقراطية خلت الشباب يستخدم الفيسبوك لانه اسهل، بس هم بيشتغلوا في الحقيقة. وخلت فيه جيل مش شايف قاعد ينتقدهم وكذا، ده بقى الجيل اللي بقى قاعد في الحقيقة. لا الشباب دول موجودين، اللي موجودين في الشارع وبيتحركوا النهاردة وعملوا دفعة للحركة الديمقراطية هم الشباب دول مدونين وفيسبوك. وزي ما قلت لحضرتك انه كتير منهم بيبدأ دلوقتي بالفيسبوك ويبقى مدون، وبعض المدونين بيستخدموا الفيسبوك عشان بتلاقيه وجوده في الفيسبوك بيشجع شباب انه بدل ما كان مهتم بالفن فقط والرياضة مع احترامي بدأ يهتم بأمور الحياة العامة وينتقد ويعمل جروبات. حتى احيانا لو جروبات شكلها خفيف لكن فيها وجهات نظر واللي هو النكت اللي بشكل لاذع او النقد السافر. طب يعني هرجع لك استاذ اسلام، بس الاول استاذ وائل انا يعني في بس تعقيب برضو عايز اخد رايك فيه. في ناس شايفه انه مثلا لو قلنا اضراب 6 ابريل اللي هو بقى 2009 و4 مايو، في ناس شايفه انه لا انه ما كانش مثلا اضراب 6 ابريل ما كانش بقوه او بصدى اضراب 6 ابريل العام الماضي اللي هو 2008. يعني انت شايف برضو الموضوع ايه؟ يعني هل فعلا هو في ايجابيه في الموضوع اللي هو مجرد بالتأكيد في ايجابيه كبيره جدا. يعني احنا يكفي ان احنا بقالنا 50 سنه تحت حكم عسكري، فما فيش مشاركه في الشارع، ما فيش فكره الاضراب العام دي مش موجوده. يعني ممكن تحصل اضرابات في مصانع او اضرابات في مصالح حكوميه او كلام من ده، لكن فكره الاضراب العام او فكره العصيان المدني ما كانتش مطروحه خالص على الساحه، كانت بتعتبر تابو. يعني حتى مناقشتها بتعتبر حاجه يعني ما ينفعش تتناقش. يكون ان الجروب طرح الفكره دي حتى لو ما تعملش اي حاجه في اليوم ده، بس الناس تواصلت والناس ابتدت انها تتناقش وتتفاعل وتفكر في فكره الاضراب العام دي كفايه. برغم من كده في فعاليات بالفعل حصلت في اليوم. يعني احنا شفنا اللي حصل في المحله، شفنا اللي حصل في القاهره هنا، وشفنا حتى يعني وزاره الداخليه مشكوره ساهمت في الدعايه لليوم بانها حذرت الناس ان مفيش اضراب ولا حاجه. يعني فهي بالتالي اعترفت بان في اضراب عام. يعني فده يكفي ان في رساله وصلت، بلد الاهتمام بالموضوع ده معناه ان رساله وصلت للناس وابتدت الناس تتفاعل. فده مهم بالذات الشباب ان هم ابتدوا يتفاعلوا مع فكره زي كده. طيب خليني بس اعلن للمشاهدين اذا كان في حد كمان حابب ان هو يشارك معانا بالراي، اذا كان في شباب تحديدا خليني اقول مشاركين على الفيسبوك حاسين ان هو كمان اضاف ليهم، حاسين هم استفادوا منه، حاسين هو اصبح نافذه بالنسبه لهم ان هم كمان يعبروا عن رايهم، يبقى لهم دور فاعل اكثر في المجتمع. اتصلوا بينا على الارقام اللي هتظهر دلوقتي على الشاشه. نرجع للاستاذ اسلام حجازي صاحب الدراسه اللي بنتكلم عنها النهارده. استاذ اسلام حضرتك قلت انه يعني الفيسبوك ساعد على انهاء حاله الشيخوخه السياسيه المبكره اللي فرضت على اعداد كبيره من الشباب خلال السنوات الماضيه. يعني عايزاك برضو تشرح لي اكتر تقصد ايه بكلمه الشيخوخه السياسيه المبكره. بحضرتك بس لو تسمحي لي في دقيقه بس تعقيبا على الكلام اللي اتقال من استاذ وائل عباس والاستاذ جمال عيد فيما يتعلق بالسؤال اللي حضرتك طرحتيه بخصوص هل المدونات السياسيه بتخصم من الفيسبوك او الاثنين واقفين مع بعض، في حد منهم ند للاخر، او اي الافضليه، هل الافضليه للمدونات او للفيسبوك او لغيرها من التقنيات التكنولوجيه. انا عايز اكد على نقطه ان معظم التقنيات الحديثه اللي تم استخدامها في خلق ما يسمى بالسياسه الافتراضيه او الديمقراطيه الرقميه او الديمقراطيه السيبرية ايا كانت التسميات،
كل هذه التقنيات ما هي إلا وسائل لتعزيز الهدف الأساسي وهو المشاركة السياسية والعملية الديمقراطية. وبالتالي أنا ما أقدرش أدي أفضلية لتقنية على الأخرى، لأن كل تقنية من التقنيات دي، ويمكن وائل الأستاذ جمال أعلم مني بذلك، لها بعض المميزات ولها بعض العيوب. في الفيسبوك أنا أقدر أعمل جروب وأحشد الناس وأدعوهم لفكر ما، أيا كان هذا الفكر، قد يكون هذا غير موجود في الفيسبوك. في التويتر على سبيل المثال أنا أقدر أن أنا رسالة نصية تكون سريعة جدا في الوصول لخبر ما، احتجاز أحد النشطاء، احتجاز أحد المدونين وما إلى ذلك، لعمل نوع من أنواع التضامن معه. ده مش هيبقى متواصل في وسيلة أخرى أو تقنية أخرى، لكن مكملين لبعض اللي أنا عايز أوصله. والحاجة الثانية إن الاثنين ما بيطرحوش بعض، أو كل هذه الوسائل ما بتطرحش بعض كمنافس، يعني هي مش كبديل، آسف، لا هي كمنافس لبعضها البعض. وذكاء بقى الناس اللي هي بتشتغل في السياسة الافتراضية، اللي هو يجمع بين مميزات هذه التقنيات كلها لتحقيق الهدف العام اللي هو دعم حرية الرأي والتعبير في المجتمع المصري، وزيادة درجة مشاركة الشباب، سواء كان ده من خلال السياسة الافتراضية أو نقله بعد كده من الواقع الافتراضي اللي هو موجود فيه إلى الواقع التقليدي عبر بقى تصويتهم في الانتخابات أو عضوية الأحزاب أو منظمات المجتمع أو إلا ذلك. بالنسبة لأرجع للسؤال اللي حضرتك سألتيه، يعني إيش الشيخوخة السياسية وهل الفيسبوك إزاي أثر على ده؟ طبعا في مسلمة رئيسية الكل يتفق فيها إن مشاركة الشباب في الحياة السياسية المصرية شهدت في الفترات فيما قبل 2004-2005 على وجه التحديد فترة من فترات الركود السياسي، وقلت فيها حتى الحركة الطلابية بشكل كبير، ومبقاش عندنا نشاط سياسي سواء في على مستوى الجامعات أو بره الجامعات لأسباب كثيرة قد يطول يعني اللي أنا أذكرها هنا، لكن أهم سبب رئيسي هو شعور المواطن المصري بشكل عام والشباب بوجه خاص بنوع من أنواع الاضطراب السياسي الناتج عن تعارض في القيم ما بين ما يؤمنين به من أفكار وقيم وسياسات، وبين ما تطرحه أجهزة النظام الرسمية في الفضاءات التقليدية أو المؤسسات الرسمية. وبالتالي فيسبوك هنا كموقع وغيره من مواقع التفاعل الاجتماعي اللي ظهرت وبدأت المشاركة فيها، أتاح فسحة اجتماعية أو مساحة اجتماعية للشباب، ده كنوع من أنواع التمسيس السياسي للتعبير على رأيه. أثر في عدة مستويات، يمكن من أهم هذه المستويات اللي أثر فيها على مجال الإصلاح السياسي في مصر، أنه خلق ما يقرب ما يشبه المجتمع المدني الافتراضي، فأصبح هؤلاء الشباب قادرين على عمل جروبات لدعم بعض نشطاء الإنترنت، لدعم بعض القضايا السياسية، وبالتالي هذا المجتمع المدني الافتراضي كان مختلفا تماما عن المجتمع المدني التقليدي الذي يواجه بعض القيود الأمنية والقيود الرقابية والقيود القانونية سواء في تأسيسه أو حتى في عمل وأنشطته، لا لقوا مساحة فيها أقل القيود دي فبدأوا يشاركوا مين. النقطة الثانية إن الفيسبوك ده بدأ يعمل نوع من أنواع التواصل مع بعض النشطاء والسياسيين المخضرمين، يعني كما عدد كبير من النشطاء في الحركة السياسية في مصر، وأنا هذكر أمثال لبعض الناس، محمد أنور السادات، هناك النائب محمد مصطفى شردي، كل دول بدأوا يتفاعلوا مع الظاهرة وموجودين وبدأوا يطرحوا وجهة نظرهم للشباب، وده نتيجة على الزيادة اللي حصلت وأثر فيها الفيسبوك. فحصل لنا التواصل ده كان مفقود تماما في المؤسسات التقليدية. فدي كلها من الأسباب اللي نقدر نقول إن من خلالها الفيسبوك لا هو ما ساعدش على القضاء، طبعا ما انتهتش، يعني الشباب ما تحولش من ركود سياسي إلى نشاط سياسي تاني، ولكن مر التجربة وحرك زي ما حضرتك قلتي في البداية المياه الراقدة، وده بقى بيتطلب منا مزيد من العمل خاصة من نشطاء الإنترنت ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لنقل هذه الحركة والاستفادة من هذا الحراك السياسي الموجود على الموقع الافتراضي ونقله إلى الواقع التقليدي، إلى أرض الواقع. طب أستاذ جمال، حياتك شايف أنه ممكن الموقع الفيسبوك يكون له دور بالنسبة لمشاركة الشباب بقى في الانتخابات الرئاسية مثلا القادمة أو الانتخابات البرلمانية؟ يعني دايما الشباب كانوا يقولوا، مش بس الشباب والله، ولكن دايما المواطنين لغاية فترة قريبة برضو كان يتقال أنه طب وأنا صوتي يعني اللي هيأثر، وأنا صوتي هيعمل إيه؟ ممكن الفيسبوك يعني يغير طريقة التفكير دي عند الشباب؟ لو ترك للشباب
في الحقيقة يعني لو صدقوا ان في انتخابات بجد هيشاركوا، ولو شافوا ان هيحصل تمثيلية هيعلنوا رأيهم، وعلينا دايما بنشجعهم يقولوا رأيهم في الانتخابات، نشجعهم ينتقدوا لو ما تمتش انتخابات، وهيكشفوا التجاوزات زي ما حصل قبل كده. في الحقيقة في فكرة صدقوا وواعيين انه بقى من حقهم يعبروا فهيعبروا، الافضل يبقى في انتخابات حقيقية. يعني الناس مش مصدقه ان كان في انتخابات، لو تمت انتخابات هيروحوا يشاركوا. ولكن هل الحل حتى لو الناس مش مصدقه ان في انتخابات، الحل ان انا انسحب واكون سلبي، ولا الحل ان انا احاول ان انا اكون احيانا المشاركه تبقى استكمال لمسلسل هذلي. احيانا المقاطعه هو موقف، بس هم ما بيكتفوش بالمقاطعه، بيكشفوا كمان ويفضحوا هذا المسلسل اللي بيقولوا مش عايزين نشارك فيه، لان نوع من المشاركات متواطئه. فهم في الحقيقه، ودي الحاجه الايجابيه، وما يجبش ان نغضب، ويجب علينا نشجع الشباب حتى لو هم اخطاوا، لانه محدش بيتعلم الا من الخطا، وهم ما بيجرموش انه ينتقد ويعلن حاجه على الفيسبوك او على المدونات، ده حقهم يعني، واحنا مش اوصياء ولا رقباء عليهم. يعني لما اسلام قال دلوقتي الاحباب انا قلقان، سيبهم في حالهم. يعني في الحقيقه ما حدش قدم حاجه وما حدش اعترض وما جابوش ديمقراطيه، سيبوا الشباب يجربوا. مظبوط. طيب اسمحوا لنا، معانا اتصالات من المشاهدين. معانا استاذ محمد، مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك، اتفضل يا استاذ محمد، حابب تقول رايك في موضوع الشباب والفيسبوك ومشاركته السياسيه. انا متفق تماما مع اللي بيقوله هيثم حجازي او الاخ استاذ اسلام حجازي. اسلام حجازي، بان فعلا دور الاحزاب ما فيش خالص لدور للاحزاب في مصر، وبالتالي ما فيش تنفيذ للشباب الا عن طريق الفيسبوك والنت والمدونات، وكان لهم تاثير ايجابي على الحياه السياسيه في مصر، ومنها انتخابات النقابات المهنيه، كان تاثير الفيسبوك والنت والمدونين كان اكثر من تاثير اي اجهزه عالميه، حتى سواء كانت حكوميه او غير حكوميه. انتخابات نقابه المحامين كانت الصوره واضحه خالص، وكان لهم دور خطير في توعيه الناس باهميه الانتخابات وباهميه المشاركه السياسيه. تمام، يعني حضرتك متفائل بشباب المستقبل يا استاذ محمد؟ ممكن يكون لهم دور خطير في الانتخابات القادمه كمان. شكرا لحضرتك استاذ سيد من بورسعيد، اتفضل يا استاذ سيد. ايوه، انا عايز اعرض على حضرتك، اولا انا يعني بهني سيادتك على البرنامج الجميل ده. شكرا لحضرتك يا استاذ سيد، اتفضل. شكرا لك، اتفضل. وانا عايز اقول حاجه بسيطه، بالنسبه للفيسبوك، طبعا لا شك هو شيء من التطور وشيء قيم جدا، ولكن للاسف ما زال يعني احنا موجودين كشباب، موجودين على الفيسبوك، لكن أين المسؤولين الكبار؟ أين الوزراء؟ أين شخصيات كبيرة عامة؟ عشان نعمل معهم تواصل، يبقى في تواصل. تمام، انا بشكرك جدا يا استاذ سيد، وصحيح مهم ان احنا نعرف كمان من ضيوفي النهارده، اخد يعني معلوماتهم هم عن الموضوع ده، اذا كان بالتاكيد فيه يعني اعتقد ممكن يكون في عندنا شخصيات كبيره ايضا موجوده على الفيسبوك، مش فقط الشباب، ولا يعني عايزه يعني متهيألي انه فيه، مش كده؟ البرنامج ده ليه جروب شباب عاملينه حابينه وعاملين له جروب على الفيسبوك. لا، هو بيتكلم طبعا عن مسؤولين وعن وزراء او شخصيات كبيره ممكن تكون مؤثره.